ابن عرباوة فخر المغاربة. في قرية صغيرة بالقرب من عرباوة شمال المملكة المغربية، ولد العالم المغربي عبد الواحد الصمدي سنة 1972، وتربى في حضن أسرة بسيطة تعيش على الفلاحة وتربية الماشية. عانى الى جانب ابناء قريته من بعد المدرسه عن البيت حيث كان يقطع يوميا مسافه ثلاث كيلومترات سيرا على الاقدام ليصل الى المدرسه الابتدائيه التي يقضي فيها يومه كله بزاد لا يتعدى خبزا وزيتونا وباعتباره من المتفوقين بين اقرانه قرّرت أسرته تحقيق حلمه في إتمام الدراسة، فانتقلت إلى مدينة طنجة، حيث أتمّ دراسته الإعدادية والثانوية، وحصل على الباكالوريا بتفوق، وبعدها شدّ الرحال إلى مدينة تطوان لمتابعة دراسته الجامعية في شعبة الكيمياء. هاجر الصمدي إلى الديار الإسبانية لإتمام الدراسة، وحصل على شهادة الدراسات العليا المعمقة من كلية الصيدلة بجامعة بالنسيا، وبعدها على الدكتوراه من جامعة بوليتكنيك، ليدخل عالم العمل بعلمه في عدة جامعات ومراكز للبحث العلمي. فعمل في مختبر الكيمياء الطبية التابع لمعهد الكيمياء العضوية بمدريد، ضمن فريق ذي تجربة عالية في صناعة الأدوية لمحاربة مرض الزهايمر والبركنسون. يحكي العالم المغربي لوسائل الإعلام، بوصف باحثًا في مجال الكيمياء الطبية: كنت دائماً أتساءل عما يمكنني تقديمه لأبي ولكل المصابين بمرض الزهايمر والباركنسون. حيث أتيحت لي فرصة للعمل في مختبر لديه خبرة عالمية في مجال هذا المرض. فسخرت جل وقتي للبحث والدراسة. وكنت أقضي أوقات طويلة في المختبر. لم أكن أبالي بالجوع ولا بالتعب من أجل الوصول إلى هدفي، والذي حققته بعد ثلاث سنوات من العمل والمثابرة، وتكللت جهودي بصناعة دواء حمل اسم 234 ASS.